يعني اليوم بناء مستوطنات في شمال وشرق سوريا 1000 مستوطنة وربما أكثر. هاي المستوطنات هي مرحلة أولى لبداية التغيير الديموغرافي اللي رح يحصل بسوريا. هاي السياسة اللي عم يتبعها أردوغان هي سياسة طمعية إمبراطورية العثمانية. طبعا أردوغان عم يحاول فك سوريا شيئا فشيئا، قطعة فقطعة، أرضا فأرض، عم يستهدف الوحدة السورية، عم يستهدف النسيج الاجتماعي السوري، عم يحاول يبني أنقاض، عم يحاول يبني إمبراطوريته على حساب أنقاض السوريين، على حساب أملاك السوريين، على حساب بيوت السوريين، عم يحاول يعمل شرخ وزعزعة ما بين المكونات، ما بين النسيج الاجتماعي الموجود. أدعو السوريين قاطبة، جنوب سوريا، شرق سوريا، غرب سوريا، شمال سوريا، أن يكون لهم موقف واضح، لأن الأراضي التي سيقتطعها أردوغان هي أراضي سورية. أدعو كل السوريين إلى الوقوف وقفة احتجاجية، وأن يقفوا موقف واضح ضد أردوغان وسياسته العشوائية الانفصالية. يريد أن يفكك سوريا، يريد أن يجزئ سوريا، يريد أن يغير سوريا، يريد أن يدس الفتنة في سوريا، يريد أن يجعلنا أن نقتتل طول العمر على المذاهب الطائفية والعرقية والمذهبية. هذه التصريحات خطورتها على الداخل السوري هي توسيع الشرخ بين مكونات الشعب السوري. التغيير الديموغرافي هدفه هو ضرب النسيج الوطني اللي كان موجود، التعايش اللي السلمي اللي كان موجود بين المكونات، افراغ المنطقة من سكانها الاصليين، ايجاد من يكون يؤمن بالمشروع التركي. نرى اليوم من خلال إقامة الجامعات التركية داخل الشمال السوري هو مشروع تتريك، التعامل بالعملة التركية هو مشروع تتريك من أجل يعني سلب الوعي لدى الشعب السوري. نحن كشعب سوري يجب أن نعي أن هذه المؤامرة اللي يقودها الطاغية أردوغان الهدف منها هو زعزعة الاستقرار، ضرب المكونات، سبل المواجهة. نحن ندعو كافة أبناء شعبنا السوري إلى الوقوف صف واحد ضد هذه الممارسات. ندعو المجتمع الدولي أيضا لأخذ موقف حاسم من الذي يقوم به أردوغان داخل الشمال السوري من التغيير الديموغرافي أو من سياسة التهجير الممنهج الذي يقوم بها. ندعو كالمنظمات الدولية أيضا إلى أخذ موقف من هذه التصريحات، وندعو بالدرجة الأولى أبناء شعبنا للوعي خطورة هذه التصريحات. احنا يعني من واجبنا يعني كسوريين، يعني كل شخص يحمل الهوية السورية، يعني بغض النظر من يكون اي مكون، من يعني احنا لازم نواجه يعني هاي العمليات الممنهجة، يعني اللي هي غايتها بالدرجة الاولى يعني التغيير الديموغرافي الممنهج. يعني فاحنا يعني نقدر نرجع للتاريخ، يعني هاي العمليات ممنهجة وبيلها صلة تاريخية، يعني اقتطاع الأراضي السورية.